اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشي. هنشتغل مع بعض النهاردة ميدالية فانوس، طريقة سهلة وبسيطة. هنستخدم فيها بقى الخيوط اللي عندنا، هنعلق فيه ميدالية للمفاتيح، هنستخدم اي خيط عندنا، وهنستخدم معاه مقاس الابرة المناسبة. هنستخدم خيط متوسط، وهستخدم معايا ابرة مقاس 3. وهنتعلم ازاي نكتب الحرف عليه بالاسم اللي احنا عاوزينه او الحرف اللي احنا عاوزينه. هنشتغل الدايرة السحرية، هرتفع سلسلة وهشتغل جوه الدايرة دي. هشتغل جواها 6 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6، وهشد الخيط، هقفل الدايرة كده. وهروح في الراوند الأول، في أول غرزة حشو هشتغل، في أول غرزة حشو هشتغل فيها 2 غرزة حشو كده، 1. وهجيب ماركر هعلم بيه أول غرزة كده، اشتغلت غرزة واحدة. في نفس المكان هدخل واشتغل كمان غرزة، وهشتغل برضو في الغرزة اللي بعديها 2 حشو. واللي بعديها اشتغل فيها 2 حشو. والغرزة اللي بعديها اشتغل فيها 2 حشو. في نهاية الراوند ده هيكون معايا 12 غرزة حشو. كده خلصت الراوند التاني وتكون معايا 12 غرزة حشو. هشيل الماركر وهدخل فيها وهشتغل فيها 1 غرزة حشو. وهحط الماركر، والغرزة اللي بعديها اشتغل فيها 2 حشو. في الراوند ده هنشتغل في غرزة هنعمل فيها 1 غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها نشتغل فيها 2 غرزة حشو. يبقى غرزة هنشتغل فيها 1 غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها نشتغل فيها 2 حشو. ونفضل مكملين لنهاية الدور. في نهاية الدور ده هيكون معايا 12 غرزة حشو، 18. وصلنا لآخر غرزة هنشتغل فيها 2 حشو. كده خلصنا القاعدة بتاعت الفانوس الميدالية. لو احنا حابين نكبر القاعدة عن كده، بنشتغل السطر اللي بعد كده بنشتغل 2 حشو عاديين، والغرزة الثالثة بنشتغل فيها 2 حشو. ولو حابين نكبر عن كده بنشتغل 3 حشو، وفي الغرزة الرابعة بنشتغل فيها 2 حشو. انا هكتفي بحجم القاعدة كده عشان الفانوس هعمله ميدالية. دلوقتي هبتدي ارتفع السطر اللي فوق، الاسطر اللي فوق، فهشيل الماركر انا عندي هنا فتلتين في الغرزة، فيها فتلتين، فتلة امامية
وفي فتلة خلفية اللي هي الجوه. انا هشتغل في الفتلة الخلفية هنشتغل في الفتلة الخلفية اللي الجوه، هشتغل فيها غرزة حشو، احط الماركر عند اول غرزة، وهروح برضو في الغرزة اللي بعديها واشتغل في الفتلة الخلفية، واللي بعديها هنشتغل برضو في الفتلة الخلفية. الدور ده كله هنشتغله في الفتلة الخلفية، هنعمل في الفتلة الخلفية في كل غرزة هنشتغل فيها غرزة حشو. احنا بنسيب الفتلة الأمامية وبنشتغل في الفتلة الخلفية بنشتغل فيها غرزة حشو. برضو في الراوند ده هيكون معايا 18 غرزة حشو. وصلت لآخر غرزة وهشتغل فيها في الفتلة الخلفية هشتغل فيها غرزة حشو. كده خلصنا الراوند ده، هنشيل الماركر. هنا هندخل في الغرزتين كلهم في الفتلتين وهنشتغل فوق. هنا هنشتغل فوق كل غرزة، هنا هنعمل في أول غرزة غرزة حشو وهحط الماركر. واللي بعديها هشتغل فيها حشو. السطر ده كله هنمشيه بنفس الطريقة، ان احنا هنشتغل فوق كل غرزة هنشتغل فوقيها غرزة حشو. هنكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، هشيل الماركر، هدخل في أول غرزة هشتغل فيها غرزة حشو. هحط الماركر. الغرزتين اللي بعد كده هشتغل فيهم تناقص، ان انا هدخل في الفتلة الخلفية في الغرزة اللي بعديها، واروح برضو في الغرزة التانية وهدخل في الفتلة الخلفية. هيتكون معي 3 حلقات، هلف الخيط واطلع من حلقتين، بعد كده هشتغل غرزة حشو. دي كده غرزة التناقص. هروح في الغرزة اللي بعديها وهشتغل حشو. والغرزتين اللي بعد كده هشتغل فيهم تناقص، ان انا بدخل في الفتلة اللي بره وبروح برضو في الغرزة اللي بعديها في الفتلة اللي بره. بقى اكون معي 3 حلقات، بلف الخيط وبطلع من حلقتين، بعد كده بشتغل غرزة حشو. وهروح في الغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة حشو. يبقى السطر ده كله بنشتغله ازاي؟ غرزة بنشتغل فيها غرزة حشو، غرزة بنشتغل فيها تناقص. واروح للغرزتين اللي بعديهم وبشتغل فيهم تناقص وبلف الخيط وبطلع من الحلقتين التناقص، وبعد كده بشتغل غرزة حشو. وبروح في الغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة حشو، بشتغل تناقص في الغرزتين اللي بعديها، وبعد كده بشتغل غرزة حشو، وبشتغل غرزة حشو وبشتغل في غرزتين تناقص.
بعد كده بشتغل غرزة حشو، وصلت لآخر غرزتين وهشتغل فيهم تناقص اللي هما في نهاية الدور. بدخل في الفتلة اللي برا في الغرزة، وفي الغرزة اللي بعديها في الفتلة اللي برا كون حلقتين، بلف وبطلع من حلقتين اللي هما حلقتين التناقص، وبعد كده بشتغل غرزة حشو عادي. يكون معايا بالشكل ده كده. كده الحلقة ابتدت تضيق، هشيل الماركر. السطر اللي هو الراوند اللي احنا فيه ده بقى دلوقتي هنشتغل فوق كل غرزة، هنشتغل فيها غرزة حشو عادية كده. دي اول غرزة وهحط فيها الماركر، وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو. في كل غرزة هنشتغل فيها غرزة حشو. هكمل للآخر وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور واشتغلت فوق كل غرزة غرزة حشو، وفي نهاية السطر ده هيكون معايا 12 غرزة حشو. دلوقتي هدخل اللون اللي انا عايزة ادخله. لو انتي حابة تكملي بنفس اللون تكملي، انما انا هدخل اللون التاني. انا عكست الالوان هنا، هنا كنت بادئة بقاعدة حمراء، بدأت هنا بالقاعدة الخضراء، وهمشي شغل احمر في النص وهني بالقاعدة الخضراء. تنسيق الالوان طبعا انت حرة فيه، تنسقي الالوان زي ما انت عاوزة. هشيل الماركر، هدخل في الغرزة اللي هي اللي احنا شلت منها الماركر، واسحب اللون التاني اللي انا عايزة ادخله، وهشتغل منزلقة. بعد كده هشتغل سلسلة. قبل ما اشتغل الغرز هربط الفتلتين دولي في بعض، انا اشتغلت سلسلة. هسيب الخيط الاخضر مش هقصه علشان هشتغل بيه تاني، هاخد بس الخيط الاحمر معايا تحت الشغل. في نفس المكان اللي عملت منه المنزلقة وارتفعت السلسلة هدخل في نفس الغرزة وهشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزتين حشو. الراوند ده هنمشيها هنشتغل في غرزة هنشتغل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها نشتغل فيها 2 حشو. طبعا هنعلم اول غرزة، عشان ما نتلخبطش في بداية الدور. يبقى نشتغل في غرزة نشتغل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها نشتغل فيها 2 غرزة حشو. غرزة بنعمل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها بنشتغل فيها 2 غرزة حشو، وبنفضل مكملين لنهاية الدور. بنشتغل في غرزة بنعمل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها بنشتغل فيها 2 حشو. وصلت لنهاية الدور واشتغلت في اخر غرزة اشتغلت فيها 2 غرزة حشو. هشيل الماركر واروح في الغرزة وهشتغل فيها غرزة حشو اللي هي اول غرزة في بداية الدور، واحط الماركر. الراوند ده هنمشيها هنعمل فوق كل غرزة هنشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة بس. هكمل فوق كل غرزة غرزة حشو وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور واشتغلت فوق كل غرزة عملت فوقيها غرزة حشو. هنتقل الراوند اللي بعد كده وهشيل الماركر، هشتغل هنا غرزة حشو
واحدة وهحط الماركر في الغرزة اللي بعديها، اشتغل فيها برضو غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها نشتغل فيها 2 حشو، يبقى نشتغل غرزة حشو، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة حشو، والتالتة هي اللي بنشتغل فيها 2 حشو. بنفضل ماشيين بنفس الطريقة، ان احنا بنشتغل في غرزتين، بنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو، والتالتة هي اللي بنشتغل فيها التزايد، واللي هي بنشتغل فيها 2 حشو. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور واخر غرزة اشتغلت فيها التزايد اللي هو 2 حشو. السطر اللي بعد كده هنشتغل فوق كل غرزة، هنشتغل فوقيها غرزة حشو. حط الماركر على اول غرزة وهكمل فوق كل غرزة، هشتغل فوقيها غرزة حشو عادية وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور واشتغلت فوق كل غرزة، اشتغلت فوقيها غرزة حشو. هنشتغل الراوند اللي بعد كده وهنشيل الماركر، هندخل في اول غرزة ونشتغل فيها غرزة حشو واحدة وهنحط الماركر، واللي بعديها نشتغل فيها غرزة حشو تانية، والتالتة برضو هنشتغل فيها غرزة حشو، الرابعة هي اللي هنشتغل فيها تزايد، هنشتغل فيها 2 حشو. يبقى هنشتغل في 3، هنعمل فوق كل واحدة غرزة حشو كده 1، واللي بعديها برضو كده 2، والغرزة اللي بعديها كده 3، الغرزة الرابعة هي اللي هنشتغل فيها 2 حشو. نفضل مكملين بنفس الطريقة، بنشتغل 3 غرز حشو في كل غرزة غرزة حشو، والرابعة هي اللي بنشتغل فيها 2 غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، ان اشتغل السطر ده 3 غرز هشتغل فيهم غرزة حشو، والرابعة هي هشتغل فيها تزايد. هكمل لنهاية الدور وهشتغل سطر ثابت، ان انا بشتغل فوق كل غرزة هشتغل فوقيها غرزة حشو وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور واشتغلت فوق كل غرزة غرزة حشو، هشيل الماركر واروح في اول في غرزة الماركر وهشتغل فيها غرزة حشو، واحط الماركر، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو، والغرزتين اللي بعد كده هشتغل فيهم تناقص زي ما اشتغلت التناقص تحت. ندخل في الفتلة اللي بره في الغرزة دي، والفتلة اللي بره في الغرزة اللي بعديها، بسحب وبطلع من فتلتين، وبعد كده بشتغل غرزة حشو. يبقى هنا هنشتغل 3، هنشتغل فيهم غرزة حشو كده 1، واللي بعديها 2، والغرزة اللي بعديها 3، بعد كده هشتغل في غرزتين تناقص في الفتلة اللي بره، بسقطها بالشكل ده كده واروح في الغرزة اللي بعديها وبسحب وبطلع من الحلقتين التناقص، بعد كده بشتغل غرزة حشو، بروح اشتغل 3 غرز حشو فوق كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو، كده 1، واللي بعديها كده 2، واللي بعديها 3، وبشتغل في الغرزتين تناقص، وبشتغل 3 حشو فوق كل غرزة بشتغل فوقيها غرزة حشو كده 2 كده 3، والغرزتين اللي بعد كده تناقص، يبقى كده بشتغل غرزة، يبقى بنشتغل 3 حشو وغرزة تناقص. هنشتغل 3 حشو
واحد اتنين تلاتة، واخر غرزتين هشتغل فيهم تناقص. كده خلصت الراوند، هنشتغل الراوند اللي بعد كده. هنروح عند اول غرزة وهشتغل فيها غرزة حشو وهحط الماركر، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هشتغل في الغرزتين اللي بعد كده، هشتغل فيهم تناقص. يبقى الراوند ده هنمشي، هنعمل في غرزتين، هنشتغل غرزتين حشو وغرزتين تناقص. هكمل لاخر الدور وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقه لحد ما وصلت لنهايه الدور. هنبتدي ندخل اللون التاني اللي هو الاخضر، احنا ما قصناهوش. هنشيل الماركر، هندخل في الغرزه اللي كان فيها الماركر وهسحب الخيط الاخضر وهشتغل غرزه منزلقه. بعد كده هشتغل سلسلة، وفي نفس المكان اللي احنا ارتفعنا منه السلسلة هشتغل فيه غرزة حشو. دلوقتي هقص الخيط الأحمر لأني مش محتاجاه خلاص، هاخده معايا تحت الشغل. همشي السطر ده فوق كل غرزة، هشتغل فوقيها غرزة حشو وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، فوق كل غرزة اشتغلت فوقيها غرزة حشو. هتكون معايا في نهاية الراوند ده 18 غرزة حشو. هنشتغل اللي هي الاطار اللي هو ده، هنروح عند الفتلة اللي هي اللي بره في الغرزة اللي هي أول غرزة اللي كان فيها الماركر، وهندخل فيها وهنعمل منزلقة. بعد كده هنشتغل، هحط ماركر عند الغرزة من جوه اللي هي الفتلة الداخلية عشان ما نتلخبطش، اللي هي الجزء التاني بتاعها. احنا خدنا الفتلة الخلفية، هنحط عند الفتلة اللي هي اللي جوه الماركر عشان هنشتغل فيها. بعد ما عملنا منزلقة هشتغل 5 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهسيب غرزة واروح في الغرزة اللي بعديها في الفتلة اللي لبرا وهشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 5 سلسلة، تلاتة اربعة خمسة، وهسيب غرزة واروح في الغرزة اللي بعديها واشتغل في الفتلة اللي بره، هشتغل فيها غرزة منزلقة وهشتغل 5 سلسلة، وهسيب غرزة واروح للغرزة اللي بعديها في الفتلة الخارجية، هشتغل فيها غرزة منزلقة. وهفضل مكملة بنفس الطريقة، ان انا بشتغل 5 سلسلة بسيب غرزة وبشتغل في الغرزة اللي بعديها في الفتلة الخارجية غرزة منزلقة. هكمل لحد ما اوصل للنهاية وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. دلوقتي هجيب فايبر هحشيه في الفانوس من جوه، هحاول احشيه بس مش همليه على الاخر. هكتفي بكده عقبال ما اخلص.
هشيل الماركر هدخل في الفتلة بقى بتاعت الغرزة من جوه وهشتغل غرزة حشو كده. دي اول غرزة وهحط عليها الماركر هشتغل هنا فوق كل فتلة هشتغل فوقيها غرزة حشو في الفتلة اللي لجوه في الغرزة هشتغل فوق كل فتلة غرزة حشو حتى في الغرزة اللي كنا بنسيبها برضو هنشتغل فيها بس في الفتلة الداخلية هنشتغل فيها غرزة حشو. هيكون معايا في نهاية الراوند ده 18 غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة ان انا هشتغل في الفتلة الداخلية في كل فتلة هشتغل فوقيها غرزة حشو هكمل للآخر وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور وهروح عند اول غرزة هشتغل فيها غرزة حشو وهحط الماركر والغرزتين اللي بعد كده هشتغل فيهم تناقص. السطر ده هنمشيها هنشتغل في غرزة هنعمل فيها غرزة حشو والغرزة اللي بعد كده هنشتغل فيها تناقص يبقى غرزة هنشتغل فيها حشو وغرزتين هنعمل فيهم تناقص. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور ان انا بشتغل في غرزة بشتغل فيها حشو والغرزتين اللي بعد كده بشتغل فيهم تناقص. هكمل لحد ما اوصل لاخر الدور وهشتغل سطر ثابت يعني هشتغل لحد ما اوصل لنهاية الدور وبعد كده هشتغل فوقيه سطر ثابت فوق كل غرزة غرزة حشو وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة ان انا اشتغلت كملت السطر اللي احنا كنا شغالينه مع بعض وبعد كده اشتغلت فوقيه سطر ثابت فوق كل غرزة غرزة حشو. هحشي فايبر عشان هتبتدي الحلقة تتزق بعد كده. قلنا الافضل ان احنا ما نملهوش يعني ما نخلوش تخين بالفايبر هشتغل الراوند ده كله تناقص. هشيل الماركر هدخل في الفتلة اللي بره في الغرزتين هشتغل فيهم تناقص وكل كل غرزتين هشتغل فيهم غرزة تناقص كده. واحد اتنين تلاتة كده أربعة كده خمسة كل ما الغرز بتضيق كل ما بيكون صعبة في الإبرة كده ستة. بعد كده هروح عند أول غرزة تناقص اشتغلتها وهشتغل غرزة منزلقة وهسحب الخيط وهسيب شوية خيط زيادة عشان هقفل بيهم الحلقة من فوق.
هدخل بس حبة فايبر هنا، نجيب ابرة مقاس اتخن شوية واحشي، هحاول احشي اللي هي الراس من فوق فايبر. هحشيها، هكملها حشو وهلضم الخيط اللي احنا سيبناه في ابرة التنظيف وارجع اوريكم هنعمل ايه. وحشيت الفانوس وخلصته، دلوقتي لضمت الفتلة اللي انا سيبتها في ابرة التنظيف، هقفل بيها الراس من فوق، هدخلها بين الغرز. انا بس اثبت الحلقة عشان ما تتفتحش. بفضل بدخل الخيط اللي انا سيبته كده في قلب الفانوس، احنا اتفقنا ان احنا ممكن نكبر الفانوس عن كده، ان احنا هنمشي بنفس الخطوات اللي احنا اشتغلنا بيها الفانوس ده، بس هنكبر القاعدة من تحت وهنشتغل نفس الخطوات مع نفس يعني، بس بنكتر طبعا حشو الفايبر لان الفانوس بيكبر لما بنكبر القاعدة من تحت. يعني احنا ممكن نتحكم في ان احنا نكبر الفانوس او نصغره على حسب حجم القاعدة اللي احنا اشتغلنا بيها. هقص الخيط، يكون معايا بالشكل ده كده. هنركب الحلقة دي، الحلقة دي انا اشتريتها من عند بتاع الخيوط، الحلقة ب50 قرش، هي بتيجي كده بالحلقات السلاسل بتاعتها دي. هنركبها هنا في الفانوس من فوق زي ما ركبنا دي بالظبط، هركبها وهلضم الخيط في اللون الاخضر وهرجع لكم تاني اوريكم احنا بنكتب الحرف ازاي. وركبت الحلقة من فوق في قلب الخيط، دلوقتي هنكتب الحرف اللي احنا عاوزين نكتبه. هدخل الخيط من اي مكان، مثلا اكتب حرف الايه، هنجيبه عند الراس هنعمل الشرطة اللي هي بتاعت حرف الايه. نفس الطريقة كده، وطبعا كل حرف بيختلف عن التاني. لو احنا عايزين نكتب حرف الاتش مثلا كتبته بالشكل ده كده، تكتبي الحرف بطريقة سهلة وبسيطة بالخيط على الفانوس، وهيكون معايا الفانوس في الاخر بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.